وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع. مساء الخير أستاذ عبد الله. بداية، هناك توجه نيابي يجمع عليه الحزبان الرئيسيان في الكونغرس الأمريكي على إدانة نظام الدوحة لدعمه للجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية. ما هي دلالات ذلك وكيف سيؤثر على سير الأزمة الحالية؟ مساء الخير ومساء الخير لجميع المشاهدين تلفزيون البحرين. حقيقة يعني نحن من بداية الأزمة وقبل الأزمة كنا نتحدث عن سياسة واضحة منتهجة من قبل قطر، متمثلة في إعلامها قناة الجزيرة من خلال إبراز دور الجماعات الإرهابية وجماعات الإخوان المسلمين وداعش وغيرها، أيضا القاعدة، منذ يعني أن تكونت جماعة القاعدة الإرهابية وكانت الجزيرة هي المنبر الحقيقي أسامة بن لادن وجميع الإرهابيين اللي كانوا موضوعون على قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمى. نعم، نحن نشاهد استمرارية الجزيرة في نهجها، وهذا كان جليا وواضحا من خلال بداية الأزمة قبل أشهر. تستمر وتعاند قطر في أن تكون منبرا لهؤلاء الجماعات المتطرفة والإرهابية. اليوم المجتمع الدولي يرفض هذا، والدول العربية والدول المقاطعة تتضامن مع هذه السياسة الجديدة، والمجتمع منذ قيام الجماعات الإرهابية نهجا إرهابيا في المنطقة ودول العالم، إلا الجزيرة ومن ارتمت بأحضانهم، وإن كانت إيران موجه لها الاتهام الأكبر في هذه العمليات واحتضان القطر. نعم. لهم من خلال دعمها لسياستها الخارجية والداخلية والتي تعمل على تصدير الثورات والفوضى في دول المنطقة جليا، وكان واضحا حتى هذه اللحظة عند زيارة ملك المغرب عندما ذهب ليكون أيضا وسيطا لإيجاد مخرج بعد أن أغلقت بعدما أغلقت قطر كل المساعي الدبلوماسية وألقت بظلالها حائط، يأتي ملك المغرب ليبحث إن كان هناك حلا، وحسب ما أنا أرى لا يوجد حل بعد أن ألقت قطر، ويصور وتزور صورة لأمير أو لملك المغرب بأنه يرفع شعار لتميم وغيرها وتنفيها وكالة الأنباء المغربية. نعم. وتبث هذا الخبر الجزيرة، إذن واضح جدا أن هناك تخبط واستمرار وعناد واضح وكبير من قبل الحكومة القطرية ومن يعمل من خلفها من جهات إعلامية وسياسية في تضليل الشارع القطري والمجتمع القطري بسياستها الداعمة والحقيقية والمثبتة بكل معاني الكلمات لدعمها الإرهاب وأنواع الإرهاب في المنطقة وخارج المنطقة. طيب أستاذ عبد الله، في اعتقادك ما الذي يدفع نظام الدوحة على اختيار المسار نحو إقامة علاقات مع تنظيمات وجماعات إرهابية مثل جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة؟ أختي العزيزة، عندما أخذ وانتزع هذا النظام الحكم بالانقلاب على والده، وهو من اللحظة الأولى يعلم جيدا بأنه يعني يعمل خارج السرب ويعمل خارج السياسة المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي أو دول المنطقة. لا يوجد هناك تاريخ في دول المنطقة الحديثة إذا كان من ينزع الحكم وغيره، فتوجه إلى الانضمام إلى هذه الجماعات الإرهابية والارتماء بأحضانهم لكي يكون وجه آخر لعملة حقيقية وهي التنمية والاقتصاد والتطور في المنطقة، وهو محاربة الإرهاب. فهو من أراد من منذ اللحظة الأولى أن يتبنى الأفكار المعاكسة لكي يبرز حجمه الصغير جدا، حجمه صغير جدا بالنسبة لدول المنطقة، وإن كان جغرافيا أو كان سياسيا أو كان اقتصاديا، فهو يعمل لتضخيم حجمه من خلال تبني هذه الجماعات التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، وهي كذلك تعمل على وضع استراتيجية غير
غير ملائمة على الاستراتيجيات التي تضعها حكومة الدول عاكسة لذلك. من دبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع، شكرا جزيلا لك.